مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة ضيفنا هنا في الأستوديو الشاعر السوري الشاب أحمد مليس. حيا الله أحمد، أهلا وسهلا بك في بيت القصيد. أهلا بك أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا لك. تفضل يا أحمد. وقبل الشعر وقبل أن نتعرف إليك، ما الذي يفكر به أحمد كلما خطرت في باله قصيدة، سواء قصيدة لح عليه ليكتبها أو قصيدة قرأها؟ الشعر المسكون به قلبك وجنانك ووجدانك وروحك، كلمنا عنه بشكل عام. عموما أول ما أفكر في أثناء كتابة قصيدة ما، يعني هو القصيدة ذاتها، أو كيف يمكنني أن أحسن هذه القصيدة أو أصل بها إلى أعلى مستوى من رصانة العبارات أو من المرادفات، مثلا من رزانة المرادفات، لما يرضيني أنا نفسي. جميل. قبل البداية المتلقي. جميل جدا. بالبداية وقبل الشعر وقبل أن نخوض في غمار الأسئلة الأدبية التي عددناها لك في هذه الحلقة، كلمنا عنك قليلا بحدود الدقيقة، قل ما تحب أن نعرفه عن أحمد مليس الشاعر السوري الشاب الصاعد بقوة، وربما بشجاعة، وربما الصاعد بشدة كذلك. تفضل. بداية، أنا أحمد عبد الرحيم مليس ابن مدينة حلب، أعمل في مجال تشكيل المعادن. نعم. إلى جانب مجالي التعليم والترجمات. وبدأت بكتابة الشعر. إذا توجهنا للحديث عن الشعر، بدأت بكتابة الشعر في حوالي سن العاشرة، أو بالكتابة عموما وليس بكتابة الشعر على وجه الخصوص، وهذه كانت بدايتي مع الكتابة. قبل الشعر يا أحمد، وأنت الشاب السوري المهجر المغترب، أو ربما نقول المغرب أيضا، كلمنا عن موقفك أو رأيك أو نظرتك الخاصة للقصيدة السورية. هل ترى أنها تواكب الأحداث، الصعوبات، المأساة، ما يبحث عنه الناس، ما يهون عليهم صعاب الحياة، ما يبسط أمامهم فرش الأمل ويفتح أمامهم الأبواب نحو الشمس؟ عن القصيدة السورية الحديث الآن بكل بساطة وأريحية، وإن كان الحديث سيكون لاهبا لابد. تفضل. تماما. بالنسبة للقصيدة السورية عموما، يعني لا يخفى على أحد ما قدمت سوريا للأدب العربي عموما وخصوصا في المجال الشعري، ولكن هذا لم يعد كافيا في ظل الظروف الراهنة كي يخفف على الناس أعباء ما يمرون به في ظل الظروف الراهنة. نعم. ولكن يخفف قليلا من حدته. نعم. أعتقد، وهذا ما يطمئن أحيانا الشعراء أيضا. أكيد. في نفس الوقت. إلى القصيدة الأولى الآن. إلى القصيدة الأولى. حاضر. القصيدة الأولى أحب أن أبدأ بآخر قصيدة كتبتها، وكانت بعنوان يتساءلون. خذنا إلى أسئلتك إذن، أو إلى أسئلتهم. أو إلى أسئلتهم. تفضل. يتساءلون، يتساءلون من الذي هامت به، ما عاد سرا ما أضاء عيونها. يتساءلون من الذي هامت به، ما عاد سرا ما أضاء عيونها. يستفسرون أأذنبت ليلى إذا أخفت وإن عظم الهوى مجنونها. فالمرء إن تنثر براعم حبه تهدر ويفني الحاسدون غصونها. فالمرء إن تنثر براعم حبه تهدر ويفني الحاسدون غصونها. جميل. يتساءلون أنا أداري مثلها شعري وثورة بهجتي. يتساءلون أنا أداري مثلها شعري وثورة بهجتي وسكونها. جميل. بل أطفئ الجفنين حتى لا ترى، فمتى المحارة أطلقت مكنونها. الله، أعد هذا البيت. بل أغلق الجفنين حتى لا ترى، فمتى المحارة أطلقت مكنونها. هي الله. إن أنا كنت المحارة درتي، هي إذ أنا كنت المحارة درتي. عظيم. هي آية جهل الورى مكنونها، كست الأماني جانبيها هالة
وتماشجت مع طيفها لتكونها البعض من بعض وحسب يزورها والكل من كل يقدم دونها وأنا لها وطن تهاجر نحوه حضن يشاطر فرحها وشجونها كالطير ضم فضاؤه أطواره وطوى عليها حجره ليصونها إن الذين حنى عليهم بختهم وحب السعادة مرة يخفونها. الله الله عليك يا أحمد، ما شاء الله عليك، يعني هذه بداية مبشرة للأمانة وتشي بأن الكثير من لآلئ الجمال والدرر والمحارات ستكشف عن مضمونها أنت وتمنحنا أو تمنحنا مكنونها في قادم الوقت. أحمد، حدثنا عن فكرة الغربة إذا اعتملت في نفس الشاعر خصوصا الشاب السوري، عن الغربة في نفس الشاعر السوري أولا والشاب الإنسان البسيط الذي يجري عليه ما يجري على العوام، تفضل. عموما مفهوم الغربة من منظوري أو نتائج الغربة، يعني هي أنا أعتبرها مدرسة. نعم. الغربة ومتسع من الآفاق، لأني ما وجدت شاعرا سوريا إلا القليل، طبعا ما وجدت شاعرا سوريا تميز بشعره إلا من مغتربه ومنفاه، وهذا لا يقتصر على السوريين عموما ولكنه الأقرب إلى تجربتي. الغربة تصنع الشعراء. تماما، وتصنع أيضا الأشخاص الناجحين إذا نظرنا لها كنظرة إذا إيجابية. نعم. تصنع الناجحين، فتعلم شخص ما إلى لغة أو اضطراره إلى تعلم لغة جديدة يفتح له آفاقا جديدة واسعة، وأيضا يكسبه طريقة تفكير مختلفة. أحسنت. ويفتح له مجالات عدة إذا نظرنا لها نظرة إيجابية، وهذا ما أنا أراه حين أنظر إلى غربتي. كأنك تكلمنا عن أحمد وتجربته ويومياته، أليس كذلك؟ تقريبا تقريبا، جميل. وكذلك الحديث له شجون خاصة حينما نتحدث عن فكرة الارتباط العاطفي بالكتابة في ظل الواجبات الأعباء الملقاة على كاهل الشاب السوري الذي حمل هموم الحياة ربما مبكرا، وأنت منهم ولا شك. حينما تكون في غمرة عملك وتفرض قصيدة ما نفسها عليك، ماذا تفعل؟ كلمنا عن يومياتك مع القصيدة حينما تفرض نفسها عليك وأنت في العمل. أنا عادة أحاول أن أروضها أثناء عملي، فلا أكون قادرا على وهب نفسي لها في تلك الآن، وإنما أؤجلها أحيانا، وغالبا ما يضيع منها قسم كبير، ولكنني أسترده وربما أسترد معظمه وليس كله، ولكنني بدأت أنجح أحيانا في ترويض هذه القصائد وأستدعيها حين أفرغ من عملي. جميل يا أحمد، ربما تستدعي القصيدة حينما تفرغ من عملك، وهذا جهدك وهذا ما أنت واقف عليه ومهتم به، لكننا نريد منك الآن أن تستدعي قصيدة جديدة من بنات أفكارك ومن بنات قلمك وبنانك وبيانك، وقصيدة جديدة، تفضل يا أحمد. قصيدة أخرى أسميتها دوي الصمت. لماذا دوي الصمت؟ لماذا بالتحديد؟ دوي الصمت؟ لأن ما الذي يعنيها الدوي عندك؟ لأن الصمت لا يكون دائما غير معبر. وكيف جعلت للصمت دويا؟ عن طريق تعبيره، وإنما يكون غالب الأحيان الصمت خير معبر ويفي بإيصال شعور ما أكثر من الكلام بأضعاف. أحسنت، خذنا إلى دوي صمتك، تفضل. أحبك، أحبك ذاكرا لي أو نسيا، فأنت لدي أغلى ما لدي. الله يسعدك، شكرا كثير. بارك الله فيك. تفضل أكمل من البداية. أحبك ذاكرا لي أو نسيا، فأنت لدي أغلى ما لدي، وتسألني وتعرف ما مصابي، فإن أطرقت لا تحمل علي. الله. أنا صمتي يفسر كل بوح، فدع عينيك تقرأ ما بفي، ومعظم كرب هذا القلب شوق، ومعظم كرب هذا القلب شوق،
يضيع زمام أمري من يدي، فلا تعتب علي بما عصاني، وربك ما ملكت عليه شيئا. فليتك سامع شكواه عني، وليتك ثم رادده إلي. الله. وحقك لست أحسبه فقيدا، فما سفري إلى عينيك غيا، ولكن الفؤاد مقام حبي وركن رعايتي لهواك فيا. فعامله بعطف واحتويه، ولا تلحق بمسعاه الأذية. فعامله بعطف واحتويه، ولا تلحق بمسعاه الأذية. وآمن بالذي أخبرت عنه، ولا تك في غرامي سامريا. فأنت أحب من روحي لروحي، وأقرب أقربيها في البرية. وأنت خليلها ومن اصطفته، وليس من اصطفته كالبقية. هذا النص الذي مزجت فيه ما بين روي الألف والتاء الساكنة المسبوقة بالياء المفتوحة، ربما فيه نوع من الأريحية التي يبحث عنها الكاتب في نفوس من يتخذهم صحبة. أحيانا ربما لا نجد الأصدقاء الذين يشبهوننا، أو الذين يكونون معطائين بالقدر الذي يتوازى مع القدر الذي منحناهم إياه. هل هذا يعني أننا أخطأنا بالاختيار، أم يعني أننا كرماء أكثر من اللازم باعتقادك؟ يعني قد لا يعني دائما أننا أخطأنا في الاختيار أو أنهم أذنبوا في هذه الحالة، وإنما نفس بشرية، تمايز البشر. يعني تماما، إما تمايز البشر أو تمايز الشخص البشرية الواحدة بين الحالات النفسية مثلا. لكن هذا لا يعني أن درجات الحب متساوية. تماما، درجات الحب لا يمكن أن تتساوى. نعم. أساسا، وإنما من يدعي التساوي فادعاؤه باطل. أحسن. ادعاء المساواة في الحب فادعاؤه باطل، ودائما هناك تفاوت في درجات الحب. نعم. ولكن هناك التماس العذر. باعتقادك حتى في فكرة الوطن هناك تفاوت في درجات الحب؟ في درجات الحب هناك تفاوت كبير في مفهوم الوطن، وأيضا وليس فقط في درجات الحب، وإنما في أهمية الوطن، أو في فهم الواجبات والمسؤوليات تجاه الوطن، أو في الحقوق عند الوطن أو أمام الوطن. هناك تفاوت أيضا في الفهم، وليس فقط في درجات المحبة. هناك تفاوت في الفهم. تمام. أحسنت يا أحمد. كيف يمكن لنا باعتقادك أن نخلق حالة وعي حقيقية بدور كل واحد منا تجاه وطنه؟ هذه مسؤولية كبيرة، وتقع على المثقف وعلى الأديب، أليس كذلك؟ أنت تتفق معي أكيد في هذه. طبعا. لكن كيف يمكن فعلا أن ننشئ جيلا أو مجتمعا واعيا مدركا أهمية الوحدة من أجل وطن واحد؟ كيف نحقق ذلك؟ كيف نحقق ذلك؟ الشعر أو الأدب عموما مثله مثل باقي الفنون يجب أن يخدم دائما طريقة قضية أو وسيلة هو من أجل تحقيق ذلك، أو يقدم هذا الأسلوب. نعم. والشعر بما أنه يعتمد على الخيال بشكل كبير ببدايته، فإن لكل وجود ما مراحل من التكون. نعم. فعندي مثلا أنا الأدب يعطيني الخطة أو يعطيني الاحتمالات، كيف يمكن أنا أو كيف يمكن أن يكون. نعم. هذا الجيل الواعي. أحسنت. يعطيني فكرته، وإنما. نعم. التنفيذ وفيما بعد النتيجة تقع على عاتق. نعم. الفنون الأخرى. أكيد. أو الإدارات الأخرى. يقال يا أحمد إنه يعني أشد أشكال الغربة فتكا في روح الشاعر أو الإنسان بشكل عام هو غيابه عن أهله وذويه، أو ربما هناك من يرون الأشد فتكا غربة الشاعر عن روحه، وهناك من يرون أن هناك أشكالا قد تكون أشد فتكا من هذا وذاك. أيهما تجد الأصعب في نفسك؟ وربما كان هناك غربة أو كانت هناك غربة ثالثة لديك تود أن تخبرنا عنها، تفضل. يعني برأيي النوع الغربة الأصعب هو الغربة داخل الغربة صراحة. يا الله. وإنما هو غربة مركبة هذه. تماما. وإنما هو في البداية إن تكلمنا عن شخص غريب أو مهجر وبعيد عن أهله،
ربما يجد من يصبره عن بعده عن أهله، على بعده عن أهله، أو ربما يجد من يؤمن له بيئة كالتي ألفها. أحسن. وفقدان هؤلاء وإن لم يكن هناك من يصبره على بعد أهله أو من يهيئ له تلك البيئة، أو ولم يكن له أمل في أن يلاقي أو أن يلتقي بمن يحب، فهذه من أقسى، فهذا من أقسى أنواع الغربة، والتي أعتقد أنها غربة داخل غربة. أرجو ألا نعيشها، لا أنا ولا أنت ولا كل المغتربين. لقد نكأت جرحا وهيجت القلب يا أحمد، وهذا الجرح ربما يعني يلح علينا أن نحثك على قراءة قصيدة جديدة، فاقرأ علينا ما يخفف علينا أمل أو ألم هذه الغربة ويفتح علينا أملها. تفضل. إذا أردنا اقرأ النص اللي بدك إياه عادي، يعني مش مشكلة، اقرأ ما تحب. ما دام طلبنا التخفيف فنخفف. خفف علينا. نحاول. تفضل. قصيدة بعنوان عندي حبيب في الأصيل تكمل. لم أعنونها أنا فعلا، فبدأت فيها بالبيت الأول بدون عنوان. عندي حبيب في الجمال تكمل، مزج النجوم بكحله وتكحل، فاحترت في أمر السطوع عشية، ما بال توقيت النهار تحول. ما بال توقيت النهار تحول. حلو المعنى. هل عادة الشمس التعدي هكذا، أم أن ذاك له وحسب تحلل؟ وجه وجه متى شاء الزيارة زائر، سفر على قلب السقيم تنزل. والصوت حتى في الملامة مرهف، مزمار داود لعمري لتر. والصوت حتى في الملامة مرهف، مزمار داود لعمري رتلا. لمعذبي رمش يقول حذاره، فأقول هاد في الهوى ما ضللا. عيناك في صلب الصميم تموضعت أمنا، ورمشك في الوريد تجولا. عظيم. إن ظنت النبضات فيك مجرحا، يا ورد قد أحببت شوكك أولا. يا ورد قد أحببت شوكك. شوكك أولا. بوركت من رمح يداوي مهجتي، وفديت ترياقا بروحي مثلا. حلو جميل. وأعيذ بوركت من رمح يداوي مهجتي، وفديت ترياقا بروحي مثلا. وأعيد حسنك من كلامي واصفا دون ابتدائي عنده بالبسملة. لأقيك حسادا رموك بتهمتي أن القصائد تقتضي مستأهلا. الله. حتى وأكتم ما كتبت لعلني أخفيك عن كل الأنام شمائلا. متلعثم في النطق إن نظروا إليك بنظرتي، أحسست فاهي كبلا. آتي بأسماء أضلل بالكنى، وأصم آذاني لئلا أسألا. وإذا عثرت وقلت حرفا واحدا، كان الصيام عن التكلم أسهلا. الله. إني أغار وذاك طبعي، هل لنا أن نمنع الأمطار من أن تهطلا؟ لا والله. ذاك الذي رب السماء قضى به، حسب البرية أن تدين وتقبل. حسب البرية أن تدين وتقبل. أحسنت لفضفوك أحمد الجميل جدا، وكما توقعت وكما وعدتنا حلقة دسمة، وإن كنت شاعرا لا تزال غض الشباب في مقتبل العمر، إلا أن قصائدك فيها تجربة مرهفة عالية الحس وقابلة للتشكل بشكل أفضل، فما أنت عليه اليوم ليس كما أنت عليه بعد 10 سنوات. لا أريد أن تظن أو أن تجري علي مظنة أنني أحاول أن أتتبع أو أترصد يعني مواطن الضعف في النص، إن جاز أن أسميها مواطن الضعف، لكنه استفسار لا أكثر يا أحمد. لماذا كسرت راء رمح فقلتها رمحا وهو رمح؟ وربما سقطت سهوا.
لا بأس، ربما لأنك عدتها مرتين ظننت أنك تتقصد ذلك، لكن الرمح لن نعم ينكسر لا بيدك ولا بيد كل حر صادق الانتماء لدينه ثم وطنه والإنسان. متواصلون يا أحمد، لكن لابد أن نستريح قليلا الآن أنا وأنت والسادة المشاهدون الكرام، ما رأيك؟ طبعا لا شك. مشاهدينا الكرام، إذن دعونا نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى في هذه الحلقة، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. معنا هنا في الاستوديو الشاعر السوري الشاب أحمد مليس. أهلا بك أحمد مجددا. أهلا بك أستاذ مصطفى. أحمد، عن محفزات الكتابة وما يحرضك على الكتابة، حدثنا عن أبرز هذه المحفزات وبواعث الإبداع الخاصة التي تكون باكورة لكل عمل، حدثنا عن المحفز. إذا تحدثنا عن الشعر على وجه الخصوص أو المحرضات على كتابة الشعر، دائما ما تكون مؤقتة وعابرة أغلب الأحيان. فمثلا كحادثة ما، أو تكون كأغنية عابرة أحيانا، أو كمنظر طبيعي ربما يحرض على الكتابة. ولكن أكثر ما يحفزني أنا على الكتابة هو وجود أو يقيني بوجود أذن صاغية ومتلهفة لسماع كل جديد. ودائما ما أجد نفسي في ضمن هذا اليقين جاهزا دائما لأعطي جميل. أكثر لأستمر أكثر في العطاء والكتابة. وهذا ما أجده أنا في حيث أقيم، هناك مركز إرادتي ويقدم هذا النوع مثلا من واحد من النشاطات، وهو نشاط أدبي يسمى ملتقى إضاءات، يتم فيه تقديم النصوص الأدبية على الحاضرين، ودائما ما تجد هناك البيئة الحاضنة للكاتب. تشعر أن هذا النشاط الدائم ما هو إلا محفز يقودك دائما على ضرورة أن تكتب الجديد، دائماً. ضرورة أن يكون عندك ما تقدمه في اللقاءات الدورية المتواصلة مع غيرك أو مع أقرانك من الشعراء والأدباء. كتب العربي أحمد وكما تعلم في الكثير من ألوان الشعر وأشكاله، وعادة ما يقف العرب على الأطلال في النسيب، ومن ثم يذهبون إلى مضمون القصيدة بعد المطلع والوصيف، ومن ثم مجموعة أبيات تسمى النسيب، ومن ثم يدخلون إلى الموضوع الذي يودون أن يتحدثوا فيه شعرا و شعورا. إذا أردنا أن نتحدث الآن عن الأشكال أو ألوان الإبداعية التي يحبها أحمد ويرى أنه يبدع فيها بشكل خاص دونا عن بقية الألوان، كتب العرب في الرثاء، في الفخر، في الهجاء، في المديح، وكذلك كتبوا في الحماسة، ما الذي يفضل أحمد أن يكتب به؟ أنا أفضل دائما الغزل، وإنما هو ينبع عن حب. أنت صريح كده دائما؟ جدا. ما شاء الله عليك، تفضل أكمل. الغزل لأنه ينبع من حب أكيد، وأيضا ربما تنبع من الحب المشاعر الأخرى أيضا، أحسنت. والألوان الأخرى من الشعر، ولكن أكثر ما يفي الحب حقه هو الغزل برأيي في منظوري. فهذا ما أنا أجده لوني أو اللون الذي أجد نفسي فيه أساسا. فأستمر بكتابة قصائد عليه ولا أمل منه أبدا. لكن لا تختلف معي أن مستمعيك أو المتلقين أو محبيك ربما يكون لهم رأي مخالف لرأيك، طبعا، فيجدون أن قصائدك مثلا الوطنية أو الإنسانية أو الوجدانية أجمل بكثير من القصائد العاطفية أو الغزلية، ربما كان للناس مثل هذه الآراء، أليس كذلك؟ طبعا. طيب، نريد الآن قصيدة من غير لون الغزل
غزلت علينا ثلاثا ونريد أن تأخذنا إلى غيره من الأشكال والألوان ثلاثا أو زدنا إلى قصيدة جديدة. تفضل يا أحمد. قصيدة مقدمتها ربما تكون طويلة نوعا ما، ولكن مقدمتها كتبت على شكل نثر. نعم، قصة القصيدة قبل مقدمتها وقبلها. قصة القصيدة حلم. نعم، خذنا إلى المقدمة إذن. باختصار شديد. تفضل. ضاقت علي، ضاقت علي، فرحت أنشد يا ناي، يا ناي ما لك وما لأناتي، دعي الصراع يا ناي، دعه فيكفيني وإياك ما بصدري، وانظر إلى الغيث إلى تبختره بين أروقة الذكرى، يظن أنه يخمدها ولهيبها في جوفي ما أخمده مدمعي، والجبال تباهي بوزرها تناطح ما على عاتقي كأنه ند لها، أفلا ترى؟ مسكت يدي وقبلتها ورددت يا ولدي لا تحلم لا تحلم، فالحلم حرام، فكيف ترفع سنامك في وجه الأقدار، وكيف ظننت السماء منزلك، هي دنيا خلقت لتفنى وتفنينا، الكبر حرام يا ولدي لكن الدنيا مغرورة، تعطيك الشهد بملعقة وتصب من السم قدورا، والدنيا قهر يا ولدي أفراحك فيها مهدورة، والآه بصدرك قد عظمت شملت أنحاء المعمورة، لا تكبر لا تكبر يوما يا ولدي، إياك بني يبقى صغيرا، فلماذا تكبر في برح يضنيك سنينا وشهورا، ويزيد جراحك من صغر وتشيخ وما زلت صغيرا، يغريك بيوم ذي سعد يأتيك بمكر مسحورا، أفترضى العيش بلا عز وتديم حياتك مأسورة؟ يا الله. فإذا رضيت تقول له إذا رضيت أنت سفيه ومضطرب، وسفيه أنت ومضطرب، رافقت الأحلام سكيرا، وظننت الدنيا ترعانا وتقدم فرحا وسرورا، فتوالت كل نوائبها سلبت من عينيك النورا، واستطرد قلبك منتشيا فرماك شريدا مخمورا، وشعورك أنساك الدنيا أصبحت تعيش بأسطورة، لا تحلم ولدي لا تحلم، فالحلم يبيدك تدميرا، لا تحلم ولدي لا تحلم، ستذوق سموما وسعيرا. فلتحلم يا أحمد، ولتكن الأحلام مقدمة لحياة طيبة تستحقها ويستحقها كل طيبي القلب من أمثالك الذين لا يزالون على عهد الوفاء لأوطانهم قائمين، لم يبرحوا أماكنهم ولم يغادروا الجبل كما غادر كثيرون. إذا أردنا الآن منك أن تحدثنا وبعفوية عن سوريا التي تحب، عن الفكرة التي قفزت إلى ذهنك الآن من هناك وصار لزاما عليك أن تكشفها هنا، تفضل. الفكرة ذاتها هي التي تقفز في كل مرة يمر فيها هذا الاسم، وهي الشجن أو الألم، ويمتزجان دائما مع الحب، ومن الحب ما يؤلم فعلا، ودائما الحب يعاش يعيشه الإنسان في كل المشاعر الأخرى، فربما يفارق فيحزن نعم، ولكن يحب، وربما يغار فيتألم ويحب، وربما يرى ما من يحب يتألم نعم ويتألم لألمه وهو يحبه. حسنت. فدائما أول ما يتبادر للأذهان، ولا أتحدث عن نفسي بحالة خاصة، هو مزيج من الحب والألم والفقدان. أحسنت أحسنت يا أحمد. ربما هذا يقودني إلى سؤال قيمي مبادئي، هل ترى أن شعراء جيلك مثلا، شعراء جيلك اللي بتعايشهم بتتناقش معهم يوميا أحيانا،
هل ترى أنهم ما زالوا مؤمنين بفكرة الوطن، بفكرة ضرورة أن يكون حاضرا هذا الوطن الذي ننتمي إليه ونحن إليه، أن يكون حاضرا في القصائد؟ هل ما زال هذا الإيمان حاضرا ومعمولا به وله مساحة في قصائد الشعراء قبل قلوبهم؟ هل هذا موجود؟ هو موجود نوعا ما، ولكن لا يشترط مثلا على كل شاعر متى ما كتب أن يفصح عن كل ما يحتويه قلبه مثلا. حسن. فلا يشترط عليه أن يفصح عن كله، وربما يخفي بعضه ويبدي بعضه. نعم. فمثلا إذا نظرنا إلى الشعر أول ما بدأ، لا أعتقد أنه بدأ لكي يتبنى قضية ما. نعم. ببداياته، وإنما خدم فيما بعد في مصلحة قضايا ما أو في وعظ ما على مر الزمن، مثله مثل الفنون الأخرى. فلا يشترط على كل الشعراء أن يكتبوا ألمهم أو أن يدعوا إلى قضية ما، ولو أننا في كل قضية ما أو في كل حادثة ما وجدنا من يحمل الراية ويمشي بها. حسنت. وهذا كاف نوعا ما، أنه دائما هناك، إذا تخلف واحد فإنما يحمل الراية واحد آخر بداله. أحسنت يا أحمد، ويحمل الراية دائما فارس جديد. الآن ربما يعني يلح علي سؤال أستنبطه من كلامك السابق. لقد قدمت رأيا ورؤيا، وهذا من حقك أكيد، لكن ألا ترى أن هناك نوع أو شكل من أشكال العزوف عن القضايا الكبرى، وكأنها غابت من مساحات الإبداع لدى الكثير من الشعراء والمثقفين؟ هل هناك مشكلة مثلا؟ هل هناك حالة من الكفر بالوطن أو الإلحاد بفكرة الوطن، الإلحاد بفكرة حب هذا الوطن، أو حالة من اليأس والإحباط مثلا دفعت الشعراء وجمهور المثقفين للهرب والنجاة بأنفسهم من واقع وألم الوطن الذي يلح عليهم؟ هل هذا يحصل؟ هي تختلف، ربما لا تعترف به، هو يحصل. يحصل لكن طبعا. هل تعترف بأنه فعلا مؤثر وموجود بكثرة؟ موجود طبعا، ولكن أسبابه تختلف من شخص لآخر. هناك من تخاذل، وهناك من ترك لألا، دائما في حالة نفسية. إن كان شخص ما لا يود أن يتألم لشيء ما يؤلمه في الصميم، فإنه لا يذكره أبدا، يحاول أن يتفاداه، أن يتجاهله دائما، ولو حتى. يعني أنت بدك تقول لي بطريقة مختلفة أنه مش كل شخص ما كتب عن الوطن معناها هو يعني لا يقدر ولا يحترم وطنه. ربما لم يكتب لأن جرح الوطن أكبر من أن يقوى على التعبير عنه. تماما. أو أن يتحمل الكتابة عن حبه لهذا الوطن بسبب ما يسببه له من ألم. تماما. أحسنت يا أحمد، إلى قصيدة جديدة، لكن أرجو أن تكون خالية من الألم، وإن كان فيها فهي ربما تكون مدخلا إلى أمل يمتد وقلوب لا تنسى. تفضل. هي أيضا بالحديث عن المزيج بين الألم والحب. نعم. والأمل أيضا، أقول في مطلعها. تفضل. أنا مستقرك والبلاد حروب، أنا مستقرك والبلاد حروب، وسلام قلبك إن عرتك كروب، فارمي على كتف الهموم وشاهدي كيف النوائب من يديك تطيب. فارمي على كتف الهموم وشاهدي. لا لا لا، كيف أعد النوائب. أعد من جديد، أعد القصيدة من بدايتها. تفضل. أنا جميل مستقرك والبلاد حروب، يا الله، وسلام قلبك إن عرتك كروب، فارمي على كتف الهموم وشاهدي كيف النوائب من يديك تطيب. إن لم يطق فجهنم أولى به، إن المحب عن المحب ينوب. يا والله. إني أحبك لا غريب إذا اتحدنا بالقلوب، وذلك المطلوب، وأحب ما تستخدمين من الكلام يشدني بخضمه الأسلوب، فأرى لساني يستعير عبارة قد قلتها،
وشف اللسان لهيب أعد فأرى فأرى لساني يستعير عبارة قد قلتها وشف اللسان لهيب ويراك فيها نعمة في نعمة فيكاد من فرط الحنين يذوب إدمان صوتك علة شهدت لها كل الجوارح أنني المسلوب أزداد توقا كلما جرعتها ما لي شفاء لا ولست أثوب فالداء كل الداء في تركي لها والبرء كل البرء حين أؤوب فالداء كل الداء في تركي لها والبرء كل البرء حين أؤوب شهد الجميع بأننا أعجوبة ورواية مألوفها مقلوب الله شهد الجميع بأننا أعجوبة ورواية مألوفها مقلوب تحيي شراييني سموم عذبة حتى ويقتل في هواك الطبيب يا الله لكن خوفي من زوالك وحده أدعو بألا يقتضيك مغيب ونحن نؤمن من خلفك على هذا الدعاء العالي جدا والنقي والجميل وحسن النية التي لديك وأنا متفق معك أن هناك حسن نية يا أحمد كيف للشعر أن يعيننا على تشكيل واقع أفضل من وجهة نظرك؟ يعني من وجهة نظري أن يكون أساسا لهذا الواقع الأفضل أن يضع حجر الأساس والذي هو الخطة دائما الشعر أو الأدب يعتمد على الخيال بشكل كبير معظم الشعر يعتمد على الخيال فخيال مستقبل أفضل أو خيال واقع أجمل دائما ما يكون له الأثر في نفوس الناس للتحفيز من أجل العمل والتنفيذ مخطط ما أو وضع مخطط ما من الأساس من أجل هذا الواقع الأجمل أو المستقبل الأفضل طيب ما المطلوب من الشعراء أو الذي ينبغي عليهم حتى يكونوا قادرين على تحقيق هذا النموذج الأمثل الذي تتحدث عنه؟ ما المطلوب من كل واحد منهم؟ المطلوب ابدأ بنفسك بنفسي مثلاً ما المطلوب من أحمد باعتقادك من أجل تحقيق هذه الفكرة حتى يكون الشعر قادر على تغيير الواقع اللي منعيشه لواقع أفضل؟ ما المطلوب؟ أن أكون قريباً أكثر للناس على الشاعر وخصوصا في وقتنا هذا في وقتنا الحالي أن يكون قريبا دائما ومواكبا لثقافات الناس عامة ولإلمامهم باللغة العربية بما أننا نتحدث عن الشعر باللغة العربية عن الشعر العربي فيجب أن يراعي إلمام الناس أو مقدار إلمام الناس وكذلك أن يبحث عن ضماد لجراحاتهم المتواصلة تماما ويجب أن يكون أيضاً قادر على إسقاط حالاتهم على شعره الحالات حسن. التي يعيشونها بحيث كل واحد منهم إذا قرأ النص يرى نفسه فيه تماماً يرى أنه يعبر عنه يمثله طبعاً أحسنت يا أحمد إلى قصيدة جديدة الآن شو حتقرأ جديدة. علينا قصيدة جديدة أتعبناك إحنا في اختيار القصائد واختيار العناوين ربما يعني المفاضلة هل أقرأ هذه هل أقرأ هذه اقرأ ما يخطر في بالك مما تحفظ من شعرك تفضل عندي القصيدة التالية التي أردت أن أقرأها عليكم من باب التنويع طبعا ناموا وفي أكبادهم وصب وتلحفوا الكتمان والصمت ناموا وفي أكبادهم وصب وتلحف الكتمان والصمت وأرائك الخذلان تألفهم صارت أناهم لم تعد أنت يا الله ناموا وكم من نومهم حتف يستقبلون صباحهم موتا أو يبعثون كمثل مرقدهم سكرى ومكنوناتهم شتى أعد أو يبعثون كمثل مرقدهم سكرى ومكنوناتهم شتى يخفون ما من إثره شربوا كيما يظن بسكرهم بختا ألقوا تحاياهم على الدنيا لا نبتغي أمدا ولا وقتا فتكرر الأيام يقتلنا أغدا أما بالأمس قد فتا يا الله
هذا الوجع الذي تستعرضه كما لو أنه شريط إخباري أمام عينيك يا أحمد، ما الذي دفعك إلى توثيقه بلغة الشعر؟ الفكرة التي ألحت عليك فخرج هذا النص، قل ما تحب أو قل يعني الحقيقة بلا خجل لا بأس. هو دائما الغرض من كتابة شيء ما أو من سكبه على الورق هو الإخفاء، دائما أو غالبا ما يكون الغرض هو إخفاؤه وعدم البوح به بصراحة مطلقة. ودائما ما تستخدم الصور مثلا للتعبير عن أو للتضليل، لا للتعبير عن حالة أخرى وإنما للتعبير عن نفس الحالة، نعم، ولكن مضللة نوعا ما لئلا، نعم، يبوح الشخص بما بداخله. أحسنت يا أحمد. ما الذي ترجوه من الشعر حتى يكون لك فيه مكان ومكانة بصراحة؟ بداية يعني أنا أرجو من الشعر، الشيء الأول الذي أرجوه من الشعر أن ألقب كشاعر، أن ألقب كشاعر، فهذا اللقب يعني لي بالكثير والكثير، فهذا البداية. لكن هذا اللقب له استحقاقه طبعا، ليس مجرد اللقب، لأن الألقاب المجردة كثيرة، هناك من يطلق على نفسه شاعرا أديبا روائيا ربما مكتشفا، ولكن الحقيقة الكامنة في داخله هو يدرك أنه لا شيء. يهيأ لي بالتزامن مع هذا اللقب أنت بحاجة أيضا كذلك إلى امتلاك أدوات هذا اللقب وما يعينك على أن تكون مستحقا إياه. طبعا. هل هذا أيضا ما يشغلك؟ هذا جل ما يشغلني أثناء عظيم رحلة البحث عن هذا اللقب. عظيم، أعجبني هذا الرد. لا أبحث مثلا عن تلقيب نفسي بهذا اللقب وإلا أن ألقب به. أحسنت يا أحمد. هذا أحسنت. ما أريده من الشعر وأجده ذروة المجد. إلى قصيدة جديدة كنت أود أن أقول لكن لم يتبقى وقت حسب ما يشير إلي الزملاء في غرفة التحكم، لك أن تختم بأبيات قصيرة قبل أن نبلغ ختام هذه الحلقة، تفضل يا أحمد. أداري عن الناس همي وأخفي، أداري عن الناس همي وأخفي، لعلي أساند ضعفي بضعفي وأكتم بوحي كسر مذاع لنزع الحقائق من كل زيفي. هرمت وبات انقضاضي وشيكا على ركبتين انتظاري وخوفي، فأمسى التجائي إلى كبريائي هباء وهدرا وما عاد يكفي. وظلماء ما تحت جفني تفشت كأني ثمار وقد آن قطفي، أهيم على وجه أمسي لألقى غدي قد مضى آنفا رغم أنفي. أعيش لأفنى وأفنى لأحيا شجيرة واد نمت بعد خسفي. الله، فلا من يعيد هذا البيت. أعيش لأفنى وأفنى لأحيا شجيرة واد نمت بعد خسفي، فلا من يعيد احتوائي وغرسي ولا لي سوى ضرب كفي بكفي. فلا من يعيد احتوائي وغرسي ولا لي سوى ضرب كفي بكفي. والله هذه قصيدة مبدعة، رغم قلة أبياتها إلا أنها كثيرة في مضامينها وعناوينها ومراقيها التي تأخذنا بها إلى حقيقة الوجع الإنساني، إلى الحوار مع الذات، هذا الحوار الخفي العلني في ذات الوقت. الشاعر أو الكاتب يخشى، هذا الشاعر، الاعتراف بحقيقة ما يؤلمه، لكن الكلمات تفضحه على رؤوس الأشهاد. ليست الفضيحة السيئة وإنما هي فضيحة الواقع الذي يعيش، الواقع المرير والظروف التي تقول له خلقني كما تستحق واصنعني كما تشاء حتى أكون لك سفينة تقودك إلى بر الأمان بإرادتك أنت أولاً قبل الظروف التي ربما تشكو منها. قبل الختام كلمة بحق سوريا التي تحب الوطن العربي عموما، ماذا تقول يا أحمد؟ بحق سوريا والوطن العربي لا يسعفني القول دائما ما أثناء محاولتي
لقول شيء ما أو لكتابة شيء ما فلا يسعفني القول ولا تسعفني الكلمات، وهذا ربما ينبع من مأساة، يعني مما نشاهده من مأساة عند عموم الدول العربية وفي بلدي على وجه الخصوص. لكن الحنين لواقع أفضل لا ينفصل عن ذاتك كشاعر. طبعا الحنين لا ينفصل لا عند الشاعر ولا عند ابن الوطن بمختلف أطياف أبناء الوطن، لا يغيب عن يومهم ولا يغيب عن خيالهم ولا عن أذهانهم. الحنين واحد لدى الكثيرين، لكن مستويات التعبير عن هذا الحنين تختلف باختلاف تمام. قدراتهم وطرقهم بالتفكير. أحسنت تمام. يا أحمد، يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كنت أرجو أن تطول لكن الوقت معك يمر سريعا، لكن قصائدك ستبقى خالدة في الذاكرة الشابة وخالدة كذلك في وجدانك حتى تلح عليك من أجل كتابة ما هو أفضل وما يليق بك، وأراك تستحق كل خير يا أحمد. شكرا لك على جميل تشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. شكرا لكم على حسن الضيافة وحسن الاستضافة. شكرا جزيلا أحمد مليس، الشاعر السوري الشاب الجميل جدا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل بحول الله وإذنه وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما كونوا بخير، إلى اللقاء.